أهلا بكل متابعي سيدتي وتغطية اليوم الثاني من فعاليات مهرجان كان لايونز للإبداع في مدينة كان. اليوم سيدتي كانت في زيارة إلى جناح تيك توك في مهرجان كان لايونز، والتقينا كارل حداد الجلوبال كرييتيف ليد في تيك توك علشان يكلمنا أكتر عن تواجد تيك توك بجناح خاص في مهرجان كان لايونز للإبداع. بالكبانة هون عم نعلم كل البراند ايجنسي العالم بدها تجي كيف فيهم يعملوا تيك توك. تكلم معانا عن الفيتشرز الجديدة اللي بتقدمها تيك توك لصناع المحتوى علشان تساعدهم في صنع محتوى أكثر إبداعاً. كل يوم بنزيد قصص جديدة تتساعد العالم تعمل أكثر كرييشن، يعني في عنا فوق ال 500 ألف كرييتر بتروح على الويب سايت وفيك تشتغل معه. تيك توك كرييتيف سنتر هذا تول جديد كمان مقدمينه تعطيك اخر ترند، كل شيء ترندز هابينينج باخر نهار باخر شهر وحسب اي بلد، يعني اي ريجن انت فيها بتعطيك التوب هاشتاج، توب سونج، توب كرييتر، توب فيديو. سو بيصير هذا تول تنساعد قد ما فيها تشوف قد ايه هينه تعمل تيك توك فيديو. من داخل جناح SRMG في مهرجان كان لايونز للإبداع استمرت الجلسات الحوارية والندوات اللي بتنعقد يومياً من داخل جناح SRMG. الجلسة الحوارية الأولى كانت بعنوان أهمية الاتزان الرقمي، وشارك فيها عبدالله الراشد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي إسراء، إلى جانب لاريسا ماي المؤسسة والمديرة التنفيذية لهاف ذا ستوري. الجلسة أدارتها هيفاء الجديع المدير العام لثينك لدى SRMG. خلال الجلسة تحدث عبدالله الراشد ولاريسا ماي عن أهمية تحقيق التوازن في استخدامنا للسوشيال ميديا والوقت اللي بنقضيه خلال تعاملنا مع الهواتف المحمولة. كمان تحدثت لاريسا ماي عن بعض الوسائل اللي ممكن تساعد الأهالي في الحد من استخدام أولادهم للهواتف المحمولة. First of all, for all the parents watching, the first question you need to ask is, what is my relationship with technology? Because you need to set an example for your children. Like anything, they're going to mirror your habits and your addictions if that is the way it is. The second is to start a conversation and to be honest about the way that technology makes you feel and have dedicated space for your children to only talk in a screen-free environment. أما عبد الله الراشد تحدث عن الدور اللي بيلعبه المركز في جذب الشباب لأنشطة وفعاليات تحد أيضا من استخدامهم للهواتف المحمولة. نشر الوعي وحشد الآراء والجهود في هذه في هذا الموضوع اللي هو الالتزام الرقمي، ومن هنا كانت القمة العالمية اللي أطلقناها في بداية العام، كان في 70 متحدث من 20 دولة، مشاهدة من أكثر من 100 دولة حول العالم، 50,000 شخص تابع، وهذا كان يعني تحقيق لرؤية رأيناها أن هناك حاجة وطلب عالمي لهذه المسألة. طموحنا في المرحلة القادمة الآن هي عملية إطلاق النسخ الجديدة والبرامج الجديدة تحت هذه المظلة لتحقيق الوعي محلياً ونشره على مستوى العالم. دي كانت أبرز فعاليات اليوم الثاني من مهرجان كان لايونز للإبداع ومن فعاليات جناح SRMG في كان. انتظرونا كل يوم في تغطيات خاصة وحصرية فقط على سيدتي.